اللي سادت واجتاحت البلاد اليوم، ايه هي اسبابها؟ وهل كانت في مصر فقط ام في عدة دول في المنطقة؟ تقاثرت الشبورة الترابية اليوم في كافة انحاء الجمهورية وخاصة محافظات القاهرة والجيزة، وانتشر الغبار الذي أدى إلى انخفاض الرؤية بشكل كبير، واجتاحت تلك الموجة الترابية منطقة الشرق الأوسط، وأسفرت عن وفاة الكثير من لبنان وسوريا ومصر بسبب الاختناق من هذه الموجة. الجو النهاردة زي ما حضرتك شايفة كده، وإحنا من امبارح أصلاً يعتبر ما فيش شغل وما فيش أي حركة بسبب الجو. الجو النهاردة صعب 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 جداً، من امبارح بالليل وهو باين ان الجو النهارده مش كويس، هوا وعفاره والدنيا وحشه خالص على الطريق. والله الجو بقى له يومين عفره وتراب وبيأثر علينا وعلى الشغل وبيفرهد الواحد يعني. ابتداء من اول 8 جيد حتى الان والجو غير مستقر، ما فيش غير الاسبوع اللي فات هو اللي يمكن يعني كان جزء معتدل شويه. الجو مش كويس، بس لازم نحمد ربنا على الجو اللي كده واللي كده يعني. لازم نتعود عليها بقى، طبعا المناخ اتغير كله، احتباس حراري وحاجات زي كده، وربنا يلطف. العاصفة الترابية قادمة من العراق وبلاد الشام وستنحصر تماما يوم الخميس، وهناك احتمالية سقوط أمطار على جنوب الصعيد والمحافظات المطلة على سواحل البحر المتوسط. عاصفة جاية من السعودية أو الإمارات، يوركا مش عارفة بالظبط. أنا كنت ماشي في غبار أمر من كده في السعودية، فادينا بنمشي أمورنا. الجو ده طبعا يعني حاجة كويسة من عند ربنا سبحانه وتعالى، وده برضو يعني مؤشر بيقول ان بعد الجو ده على ما اعتقد باذن الله ان في نطره هتهدي الجو طبعا بنسبه كبيره جدا جدا، وطبعا دي يعتبر بشائر يعني بشائر الشتاء، يعني الشتاء كده على الابواب. يعني انا بتوقع ان دي اخر موجه حر قبل الشتاء. I'm from Guatemala so the weather is hot as انا من الغواتيمالا، فالجو ده احنا متعودين عليه هناك. في ناس قالوا ان الجو حر وفي عاصفه ترابيه، بس الجو ده احنا متعودين عليه في بلدي، فمش حاسه ان في اختلاف كبير. بس مصر طول عمرها عاملانا بالجو بتاعها احسن جو في العالم مصر. حاله الطقس غير مستقره، وعلى المواطنين توخي الحذر واتباع التعليمات اللازمه لتجنب الوفاه من هذه الموجه.